طيب دكتور، يعني الحقيقة عرفنا حضرتك معلومات قيمة جدا جدا، بس عايزين برضو نعرف من حضرتك كالعادة ايه الجديد في بداية. ويمكن بداية كنت بقول دكتور أحمد قبل صرح كبير. الفقرة صرح كبير جدا، يعني بسم الله احنا ما شاء الله. بنسميها منتجع طبي، يعني اه ده منتجع حقيقي، يعني للاطفال انا لما والحاد جيت المجانين. عند حضرتك شفت بسم الله ما شاء الله المركز او المستشفى، يعني ربنا يكرمك فيه. احنا الجديد اللي احنا عاملينه، واحنا عاملين طبعا زي ما اتفقنا ان كل الحاجات اللي موجوده في مستشفى بدايه، كل التخصصات اللي هي مسؤوله عن العقم واطفال الانابيب موجودين في مكان واحد. الفحوصات كلها بقت موجوده، نفس الفحص الجيني بقى موجود عندنا على طول. بقينا عندنا عيادة للتغذية برضو، بحيث ان السيدة لما بتيجي تعمل تنشيطات للتبويض او اي حاجة بتقدر انها تتابع مع طبيب للتغذية في نفس الوقت، من ضمن الباكج بتاع التنشيط بتاع التبويض والحاجات دي كلها، بحيث ان احنا نقدر نصل الى افضل النتائج. عندنا قسم مناظير، قسم جراحة المناظير، نقدر نشوف لو اي سيدة عندها مشكلة داخل الرحم نفسه ممكن احنا نستأصلها. في سيدات كتير جدا عملوا عمليات استئصال للقناة فالوب لما بيكون فيها السائل اللي ممكن يبقى توكسيك للإمبريوس، فساعات بنعملها في نفس الوقت. فبالتالي قدرنا نجمع كل التخصصات المساعدة على ان يحصل حمل في مكان واحد وبأجود الأجهزة اللي موجودة. طبعا عندنا حضانات اللي هي ثلاثية الغازات، وعندنا البنش توب انكيوبيترز كلهم، وعندنا أجهزة الحقن المجهري، كل حاجة up to the standard أو أعلى من الستاندردز اللي موجودة في أي حتة بقت موجودة في مستشفى بداية. يعني فحوصات الرجالة بقى هيطلعوا من المستشفى يعملوا فحوصات بره ولا لا، برضه موجودين؟ ده في قسم للذكورة، في 3 أساتذة ذكورة موجودين بصفة مستمرة في المستشفى، فحوصات الذكورة كلها موجودة بما فيهم السيمة، بما فيهم فحوصات الدوالي، كل حاجة موجودة، وما فيهم عمليات الذكورة كلها بتتم كلها داخل برضه المستشفى. فهي احنا بنقول دايما لما بتكلم على الزوجين، هو بنقول 40% المشكله عند الزوج و40% عند السيده، فمش ممكن انا اسيب ال 40% بتاعت الزوج من غير ما نعمل لهم فحوصات. فاحنا عندنا قسم قوي جدا لامراض الذكوره في المستشفى برضه. يمكن اللي حضرتك قلته عن مستشفى بدايه ده، يعني خلينا اعرف من حضرتك بينعكس ازاي على مستشفى بدايه وكل التقنيات اللي فيها، كمان نسب النجاح، وبيحط حضرتك فين من نسب النجاح العالميه؟ الحمد لله احنا دايما بنقارن نفسنا بنسب النجاح العالميه. احنا الرينج بتاعنا ودين الافرج او اكتر من الافرج شويه، قليل يعني قليل جدا المراكز اللي هي اعلى مننا في اوروبا او في امريكا، لكن احنا دايما بنقارن بنسب النجاح، بنلاقي ان احنا دايما نسب النجاح عندنا في اكوردنج للايدج اعلى من اي نسب نجاح في اي مكان تاني الحمد لله. وبفضل ان احنا بنتبع للمفروض الطرق العلميه في العلاج والطرق العلميه في التشخيص، وده بيصل بينا لاعلى النتائج الحمد لله. بالنسبه للحضانات، تطور الحضانات ساهم في نجاح النسب؟ احنا عندنا زي ما قلت لك وزي ما تشوفوا في التقارير اللي موجوده عندكم، احنا عندنا عدد من الحضانات كتير جدا، وعدد من الحضانات ان احنا البنش توب انكيوبيترز والحاجات الجديده كلها كل سنه بنابديت، يعني كل سنه بنجيب حاجه جديده، كل سنه بنزود الحضانات اللي موجوده، وكل لما بتنزل حاجه جديده لازم بنجيبها في نفس السنه بتاعتها علشان كده عشان نقدر نوصل برضو لافضل النتائج.